طيب ادي واجهه بتاعه الريفت اهيت. ممكن تقول له اوبن، اوبن يبقى انا بفتح مشروع موجود. طيب لو قلت له نيو هيبدا يجيب لي تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ يعني ملف فاضي بس فيه الاعدادات. يعني الملف ده مش هلاقي فيه ابواب وشبابيك، هلاقيها موجوده كفاميلي لسه متحطش في المشروع، بس الارضيه بتاعت المشروع فاضيه. ده التمبليت. طيب عندي حاجه اسمها الفاميلي، اللي هم دول. الفاميلي دي عباره عن ايه؟ دي عامله زي بلوكات او مجموعه عناصر او شكل معين او او او. كل حاجه موجوده في الريفت عباره عن فاميلي، يعني الباب فاميلي، الحيطه فاميلي، وهكذا. ليهم تقسيمات كتيره هنتكلم عنهم واحنا شغالين، تمام؟ طيب بلاقي عندي هنا بيم 360. بيم 360 ده لو انت عايز تظهر الشغل بتاعك او ترفعه على بيم 360 على الكلاود، او عايز تشتغل عليه وهكذا. طيب دلوقتي انا هقول له نيو عشان احنا هنبدا مشروع جديد. التمبليت دول الموجودين هل انا ملزم بيهم بس؟ لا، انت ممكن تحمل اي تمبليت. ممكن تيجي هنا براوس وتبدا تختار التمبليت اللي انت عايزه، تمام؟ هختار مثلا اهو. طيب خلي بالك التمبليت امتداده ار تي اي. ار تي اي، ار تي اللي اختصار ريفت، واي الار ريفت، التي اي اللي هي تمبليت. يبقى ار تي اي تمبليت، ار في تي ده الريفت، تمام؟ طيب انا هقول له اوكي افتح الملف دوت. طيب لو انا فتحت المشروع من غير تمبليت، يعني قلت له يو واخترت نان واشتغلت، ايه اللي هيحصل؟ بسيطه. هو اللي هيحصل ان هو ما عندوش اي معلومات، فكل شويه هيسالك اليونت ايه، تمام؟ مش هتلاقي الليفيشن موجود، مش هتلاقي مثلا اسكادولات موجوده، مش هتلاقي حاجه خالص. التمبليت بيخلي في حاجات جاهزه. طيب هقول له اوكي، او زي ما انت شايف بيسهل عليا الشغل، حاطط لي بعض الليفيشن اللي اقدر اشتغل عليهم. لما تيجي تاخد فاميلي هتلاقي في فاميلي موجوده جاهزه، ده هيسهل عليك في الشغل. ممكن تكون في بعض الفاميلي خاصه بالمشروع، في بعض الفاميلي مش خاصه بالمشروع، مش مشكله. طيب خلينا نتكلم كده شويه على الواجهه بتاعه الريفت، وبعد كده نعمل انسرت لملف الاوتوكيت. طيب الواجهه بتاعت الريفت سهله جدا. دي مساحه العمل زي ما انت شايفها بيضاء اهيت، تمام؟ الناس اللي بتحب اللون الابيض. هنا الخصائص، الخصائص دي بتاعت اي حاجه بتعمل عليها سيلكت. لو عملت سيلكت على دي يبدا يجيب لك الخصائص بتاعت العنصر دوت. طب لو انا مش عامل سيلكت بيبدا يجيب لي خصائص الفيو دوت، تمام؟ طيب عندي حاجه اسمها بروجكت براوزر، بيبدا يعرض لي المشروع ككل، المعماري والانشائي وكهروميكانيكال والدور الاول والدور الاخير، ويجيب لي الليجنت والسكادول والشيت وكل الحاجات دي. طب ايه الميزه؟ الميزه ان اي حاجه هتعدل في الدور الاول هتعدل في الدور الاخير، بتعدل في كل مكان، بتعدل في الاسكادولات، لو عدلت في الاسكادولات تعدل في البلان. فدي بيقول لك ان ده مشروع مش ملفات، كل ملف لوحده. طيب لو جينا هنا هتلاقي دي الحاجات الخاصه بالمعماري، تمام؟ زي ان هو يرسم مثلا وول، يرسم دور، يرسم ويندو. خلينا نرسم وول سريع وبعد كده هناخد وقتنا كله في الوول. اهو الوول وحطيت دور بالشكل دوت. طيب لو انت بقى جيت هنا وقلت له انا عايز اشوفها مثلا في الالفيشن دوت، اهوت جيت هنا وقلت له انا عايز اشوف الالفيشن فيو، اهو الحته اللي انت عملتها والباب موجود اهوت. طب لو انا عايز اشوفها في 3 دي، ظهرت معايا في 3 دي بالشكل دوت، تمام؟ فانت ما بترسمش حاجه 2 دي. طب انا لغيت الحيطه وما لغيتش الباب، بس الباب اتلغى ليه؟ طيب نفهم الموضوع دوت. الحيطه هنا ده هوست، يعني ده اللي ينفع يتحط عليه الحاجات. يعني لو جيت اركتكتشر قلت له دور، تيجي تحط الباب هنا ما يرضاش يتحط، ما يتحطش غير على الحيطه. مفيش حاجه اسمها ان انت تحط الباب في فراغ. ليه؟ الباب بيحتاج ان هو يكون موجود على حيطه، على هوست، تمام؟ هو متبرمج على كده. طيب لما تيجي تلغي الباب اللي يحصل الحته تكمل، تمام؟ ليه؟ لان كان في باب والباب الشال، فخلاص الحته تكمل اوتوماتيك، مش لازم انت تاخد خطوات او تبدا تعمل زي ما بيحصل في الاوتوكاد. طب لو لغيت الحيطه، الحيطه تتلغي وكل الحاجات اللي عليها تتلغي. يعني لو عليها فيش كهرباء، لو عليها شباك، لو عليها حاجه تتلغي، تمام؟ ده ميزه من مزايا البيم. خلينا نخش في الجراوند تاني. دي حاجات خاصه بالستراكشر.
زي ان هو يحط كولوم، ان هو يحط فلور راس براس وهكذا. الكونكشن الحاجات الخاصه بالستيل برضو انشائي. طيب برضو انشائي السيستم اللي هي الحاجات الخاصه بيه الكهروميكانيكال، الضغطات و والحاجات دي كلها. فانت هنا ما بتجيش ترسم خطوط، انت هنا بترسم مشروع حقيقي. طيب لما نخش بقى على قائمه انسيرت، تقدر تعمل من انسيرت بقى اللي هو انسيرت كاد، لينك كاد، لينك بي دي اف، لينك ريفيت، كل الحاجات دي هنتكلم عنها ان شاء الله. تمام، احنا بس بناخد نبذه سريعه عن البرنامج وبعد كده هنبدا نفصصه واحده واحده. الانوتيت، الانوتيت دي اللي هي الكتابات او الحاجات ال 2 دي. تمام، يعني هنا هتلاقي مثلا الدايمنشن، هتلاقي هنا التاج، هتلاقي التكست. الحاجات دي اقوى من اللي انت متعود عليها في الاوتوكاد، يعني هنبدا نتكلم عنها تفصيل بس هي بيبقى فيها حاجات اقوى. الاناليسيس، تمام، احنا الشغل بتاعنا بندخل معلومات، فلو انت جيت تعمل تحليل للاحمال، تحليل للطاقه، تحليل للحراره، كل الحاجات دي تقدر تجيب لها تحليل بتاعها بسهوله. هنا لو انت عايز ترسم ماس او ترسم المنطقه اللي حوالين المبنى، كولبريت دي من الحاجات القويه جدا. القوائم دي كل قائمه ممكن ناخد لها محاضره طويله ان شاء الله. كولبريت دي لو انت عايز تتعامل مع الفريق بتاعك كلكم تشتغلوا على نفس الملف في نفس الوقت. في الاوتوكاد لما تيجي تفتح يقول لك ريد اونلي، في واحد تاني فاتح الملف، لا هنا الموضوع بيبقى مفتوح. الفيو هنا على اساس ان انت ترسم سيكشن، ترسم بلان، تعدل في الاعدادات بتاعه الفيو. قائمه مانج دي من اهم القوائم. تمام، هنخش شويه ونرجع. طيب ممكن اقول له مثلا قائمه مانج، بعد كده قائمه ادنس، دي الحاجات اللي بتسطب بتدي قوه للبرنامج. الموديفاي، القائمه دي مهمه وقريبه من الاوتوكاد، ان انت توصل حاجات ببعض، ان انت تعمل كات كوبي روتيت وهكذا. طيب دلوقتي خلينا نشوف لو احنا هنبدا مشروع جديد ايه الحاجه اللي احنا بنبتدي بيها. لازم اول حاجه تدخل على قائمه مانج. المانج هنا بتلاقي الاعدادات، يعني الاعداد بتاعت الماتيريال، الاعداد بتاعت اوبجكت ستايل، الاعداد بتاعت السنابس، البروجكت انفورميشن وهكذا. المفروض في التمبليت بيكون كل الاعدادات دي جاهزه، يعني لما تيجي تدخل هنا تلاقي اللاين ستايل متظبط، هنا كل الخطوط اللي موجوده في المشروع. لو انت بدات من غير تمبليت بتلاقي ده فاضي، لما بتبدا بتمبليت بتلاقي الحاجات جاهزه، الخط اهوت، وبعد كده السمك بتاعه او التخانه بتاعت الطباعه من 1 ل 16، 1 ده يبقى رفيع خالص، 16 ده يبقى تخين، وبعد كده هنا الكلر بيبدا يجيب لك تختار اللون اللي انت عايزه، وبعد كده هنا اللاين باترن، هل انت عايز سوليد خط من غير اي فراغات، ولا عايزه خط وفراغ، ولا خط وفراغ ونقطه، وهكذا. فبتلاقي الاعداد دي جاهزه. اول حاجه بقى بتعملها لما تكون بتحاول تخصص حاجه للمشروع، ان انت بتدخل على بروجكت انفورميشن. اول حاجه بتعملها بتكتب المعلومات بتاعه المشروع. المعلومات دي هتفيدني بعد كده، لما تيجي تعمل الشتات بتاعتك هو بياخد المعلومات دي اوتوماتيك ويحطها. طيب الاورجانيزيشن نيم، هتكتب الاورجانيزيشن نيم مثلا اي حاجه، الديسكريبشن، البيلدنج نيم، الاوثر، السنتر فايل نيم، كل حاجه دي بتكتب. وبعد كده تدخل بقى في الحاجات الخاصه بالانرجي اناليسيس، بتتكلم بقى هل انت لما تيجي تعمل تحليل للطاقه هل انت عايز تستخدم في ايه التحليل. البيلدنج اليمنت دي مقصود بيها الحوائط، الشبابيك، الفلور، الروف وهكذا. ولا عايز الكونسبشوال ماس، لو انت كنت راسم شكل كده ماس عايز تعمل تحليل عليه. دي المعلومات دي هندخل فيها بالتفصيل ان شاء الله في لما نيجي نوصل للانرجي. يعني هنا الازهر هتبدا تكتب بقى المعلومات الخاصه بتاريخ المشروع، الستاتس بتاعت المشروع، الكلاينت نيم، البروجكت نيم، البروجكت نمبر، كل الحاجات دي بتبدا لازم تكتبها. طيب ايه تاني؟ اللوكيشن، لما يكون المشروع موجود في مصر غير لما يكون في السعوديه، غير لما يكون في امريكا، بيختلف في درجه الحراره، بيختلف في كل الاعداد دي. فانا عامل طريقتين، ديفولت سيتي ليست بيجيب لي هنا قائمه المدن، وبعد كده بيجيب لي بقى كل ما تختار المدينه بيبدا يغير لي في خطوط الطول والعرض، وبيغير لي في المعلومات الخاصه بالوزاره. ولازم اجي هنا في السايت اختار المكان اللي احنا في المشروع بتاعنا. تمام، ممكن تعمل دبليكيت وتعمل واحد جديد مثلا، الصوت الجديد اللي انت تشتغل عليه، وتبدا تدخل المعلومات بتاعتك اللي خاصه بالمشروع ده. طيب دي كده لازم تبدا تعملها اول ما تيجي تبتدي في المشروع. طيب خلينا نبص على البروجكت براوزر. ده هنا بتلاقي فيه تنظيم للملفات اللي انت هتشتغل عليها، الفيوهات اللي انت هتشتغل عليها، كل واحد من دول بيبقى ليه فيو هنا باسمه. عندي كذا دور
فكل دور هيبقى باسمه حسب المشروع بتاعنا. ممكن يكون المشروع بتاعنا 100 دور، فهتكتب بقى فلور 1 فلور 2 فلور 3 وهكذا. فبنبدا نشوف الفلور الموجود. لو انت عايز تكرر، ممكن مثلا جراوند عايز تعمله مرتين، هتقول له دوبليكيت، دوبليكيت ويز ديتيلينج، دوبليكيت از اديبندنت. هنفهم الفرق بينهم بعد كده في المحاضرات الجايه ان شاء الله. هتلاقي هنا الليجنت، لو انت عايز تحط زي رموز معينه او اختصارات معينه تقدر تحطها. السكادول دي من الحاجات الجميله جدا، هو ان انت تقدر تعمل سكادول للحصر الحاجات العناصر اللي موجوده في المشروع بشكل سهل وبسيط، وبيتغير اول ما انت تغير في المشروع. يعني ممكن تعمله فاضي خالص اول ما تبتدي تعمل المشروع، ممكن تحطه في السكادول في التمبليت ويبقى السكادول فاضي خالص، وكل ما بترسم حاجه بيبدا يظهر معاك الحاجات في السكادول. طيب خلينا نبدا بس كده ايه، نسخن شويه ونبدا نشوف. مثلا لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم وول، تمام. طيب رسمت اهو وول، بيقول لي انت عايزه مثلا من هنتكلم فيها بالتفصيل، بس هو بيقول لي هنا عايز ايه، ترسم ارتفاعه لحد كام. قلت له خليه مثلا 7 متر، تمام. طيب انا ايش اعرف ان احنا ال 7000 دول 7 متر ولا بالملي ولا بالمتر ولا بالبوصه ولا بايه؟ خش على مانش وقول له انا عايز اليونت، بروجكت يونت او يو ان. طيب بص بقى، هو مقسمهم لي في حاجات كومن، حاجات خاصه يعني حاجات خاصه باي حاجه في المشروع زي الانجل، الاريا، اللينس، الحاجات ديت، وفي حاجات خاصه بالانشاء. لما تشوف الانشاء تلاقي كلها حاجات خاصه بالفورس، حاجات خاصه بالاريا فورس، حاجات خاصه بالانشاء. طيب خلينا نخش مثلا على الاتفاك، هتلاقي حاجات خاصه بالتكييف، الاير فلو، الكولينج لود وهكذا. الالكتريكال هتلاقي برضو الاعدادات الخاصه بيه، البايبنج حاجات خاصه بيه. يعني مش زي بقيه البرامج يقول لك ايه، هي مره واحده لما تشتغل بنظام المترج لما بالامبريال، لا انت ليك ان انت تخصص كل حاجه. ممكن تخلي حاجه بالبوصه وحاجه ثانيه بالمتر. على سبيل المثال البايب سايز ناس كتير بتخليها بالبوصه، والطول بتاع الماسوره هو اللي بيبقى بالمليمتر. طيب بعد كده في حاجات خاصه بالانرجي، تحليل الطاقة، وفي حاجات خاصة بالانفراستراكشر. الانفراستراكشر دي اعتقد بداية اضافتها كانت في 2021. طيب لو احنا قلنا مثلا كومن، هتلاقي هنا مثلا الطول اللي هو اللينس، بيقول لك انت عايز تشتغل بالمتر ولا بالانش ولا بالفيت ولا بالديسيمل ولا بالسنتيمتر، فانت تختار واحدة القياس اللي انت هتشتغل بيها، تمام. طيب انت هنا بيقول لك ايه الراوندنج بتاعك هيبقى قد ايه، يعني هتقرب لاقرب 10 ولا لاقرب 100 ولا هتقرب ل.01، فانت تختار تقريب لايه. اليونت عايز مثلا دي بالمتر، هيبقى بالمتر، تمام. فتبدا تخلي الاختصارات اللي انت عايزها، وكذلك في الاريا، تدخل في الاريا هتلاقي برضو نفس الفكره، تختار وحده القياس وبعد كده تختار التقريب وبتختار الرمز بتاع اليونت. طيب يبقى احنا كده لما نيجي نرسم وول، تمام، هتقول له ايه انا عايز مثلا ارسم، انت هترسم بالمتر، لو بترسم بالمتر هتقول له مثلا 7 متر. طيب خلينا ندخل هنا وتقول له جو تو الايفيشن فيو، واخد بالك. طيب هنيجي هنا، ده 7 متر، ده هنا ده مكمل لما لا نهايه. طب انا ليه مش شايف التكمله بتاعته؟ تعالى نعرف معلومه حلوه بقى، تمام. والكلام دوت برضو هنلاقيه هنقوله تاني بشكل متوسع اكتر بعد كده. خلينا نبص كده على القايمه اللي تحت دي، خلي بالك هنا 1 ل 100، يعني الفيو ده الوحدات الارتفاعات الكتابه والدايمنشن والحاجات دي، مثلا خليها مثلا 1 ل 500. بص الكتابات كبرت ازاي. طيب انا عايز اغير، هتدوس على النقطة دي وتبدأ تنزلها لتحت على أساس إن الكلام ما يبقاش داخل في بعض. طيب خليها 1 ل 50، تبقى صغيرة خالص، تمام. طيب عايز حاجة مخصصة، تقول له كاستم، وتبدأ تقول له أنا عايز مثلا 1 ل 73 مثلا، تمام. ممكن تقول له ديسبلاي نيم، تكتب أي رقم أنت عايزه، مثلا تكتب نوت سكيل مثلا، تمام. فهتظهر معاك لما تحطه في الشيت، هيظهر معاك ان دي القياس بتاعها نوت سكيل ما تقسي.
طيب عندي حاجه اسمها كوارتز وميديوم وفاين، مش هتبان معايا قوي في الفيو دوت، بس لما يكون في حاجه فيها تفاصيل زي ما نشوف بعد كده، هتقول له مثلا ميديوم هتلاقي التفاصيل قلت، هتقول له كوارتز هتلاقي التفاصيل قلت خالص. فكوارتز بيبقى التفاصيل الاساسيه، يعني مثلا عندي مكنه عايز اشوف بس ايه المربع، ما بخشش تفاصيل. لما تقول له فاين كله بيظهر معايا، يعني لو انت عندك مثلا بايب وقلت له كوارتز البايب كله بيظهر لاين واحد، ما بيظهرش دبل لاين. طيب القايمه اللي هنا ده جرافيك ديسبلاي اوبشن، بتقول مثلا عايز الواير فريم، تشوف حاجه الواير فريم، يعني لو في اي شغل ورا دوت تبدا تشوفه. تمام، بتقول له هيد لاين، تقول له مثلا عايزه شيدد يبدا يظهر كشيدد، عايز كونستنت كولرز يبدا يظهر لك الكولرز بتاعتها. تمام، رياليستيك تبقى حاجه زي كانك انت عملت رندر. ماشي، طيب هنا سان باست بتبدا تشوف الشمس وتبدا تدرسها وتدرس الظلال والحاجات دي كلها، مش هندخل فيها دلوقتي. الظلال هنا تبدا تظهرها وتخفيها. طيب هتبان اكتر في 3 دي، بس هي بتبان في الفيوات عادي. هنا بقى النقطه اللي احنا عايزين نشوفها، في عندي حاجه هنا اسمها كروب فيو. يعني ايه كروب فيو؟ الزرار دوت بيقول لك هوريك الكروب فيو، خلي بالك كروب فيو اهي دي الحدود بتاعتها. تمام، طيب ممكن اجي هنا اقول له اطلع لي هنا شويه، هتلاقي ان ده مكمل معايا لان ده معمول 7000 متر، لان احنا ما كناش عارفين احنا شغالين بالمتر ولا بالمليمتر، وعرفنا نعرفها ازاي. تمام، هو بسيطه، لو انت جيت تبص كده هتلاقي ده بيتكلم في 3 متر فتبقى مفهوم. طيب لو انا قلت له لا فعل الكروب فيو او ما فعلش الكروب فيو، تمام، اللي هو ده وده، ده هنا بيظهر لي الحدود ويخفيها، يظهر حدود ويخفيها. هنا يفعل الحدود ولا لا، يعني يخليني ملتزم بالحدود واي حاجه بره الحدود ما تظهرش. تمام اهي. طيب انا هلغي دوت عشان ده كان بطريق الخطا. طيب من ضمن الحاجات اللي موجوده في الريفت، واحنا لسه ما بداناش، يعني احنا لسه هنبدا في مشروع، واثناء المشروع هنحاول ان احنا نتعرض لمشاكل كتيره، زي مشكله ان احنا رسمنا حاجه 7000 متر، حاول نتعمد ان يبقى في مشاكل، لان في ناس كتيره وهي شغاله بتلاقي مشاكل، فنقولها اثناء ما احنا ايه بنبص في المشروع. طيب على سبيل المثال مثلا انا عندي العنصر دوت وعندي عناصر كتيره اهوت. تمام، طيب لو انا جيت علمت على دوت وجيت هنا وقلت له اعمل لي هايد للاليمنت ده، تمام، هيبدا يخفي، بس قال لي ده تمبوري هايد ايزوليت، يعني ممكن ترجع في كلامك وما ترجعش، لسه ما مضناش العقد، كتبنا العقد بس ما مضناش. طيب ممكن تلاقي ابلاي، ابلاي يبقى خلاص الحاجه دي اختفت ما تظهرش تاني. طب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز اعمل هايد اليمنت اخفاء مؤقتا، ممكن تيجي تقول له ريسيت تمبوري يعني اظهره تاني. تمام، ده اخفاء مؤقت، يعني الحاجه دي انا عايز بس اخفيها عشان اشوف اللي وراها، عشان اشوف ايه الوضع بتاعها، عشان اعرف ارسم وهكذا. ممكن تيجي تعلم على الاثنين دول كده، او ممكن تعلم على دوت وتقول له ايه هايد كاتيجوري، يعني ايه؟ يعني اخفي كل الحاجه اللي هي وولز، الكاتيجوري اللي اسمه وولز، فبقول له هايد كاتيجوري هيخفي كل الول في المشروع. فلما تقول له اه او لا، يعني لو قلت له اه خلاص اختفوا كلهم. تمام، اختفوا من الفيو ده، بس ما تنساش ان احنا كل حاجه بنرسمها بتبقى موجوده في المشروع، سواء بقى اختفى في فيو او ظهر في فيو، بس موجوده في بقيه الفيوهات وموجوده في الانفورميشن بتاعه المشروع نفسه. لاحظ ان انا كل ما بفتح فيو كمان بيبدا يظهر عندي فوق هنا، واقدر اعمل سيلكت من هنا وابدا احركه بالشكل دوت. يعني ممكن اعمل على الواجهه الشماليه اخليها مثلا هي اول حاجه، ممكن اسحبها احطها مثلا هنا، ممكن اسحبها اطلعها فوق تتقسم نصين، فبيديني امكانيه كويسه جدا في التحكم في الفيوات اللي انا فاتحها. طيب ممكن اجي هنا مثلا من كام فيو، احنا قلنا كام فيو دي اللي بتديني التحكم في الرؤيه، ممكن اجي هنا اقول له سويتش ويندوز ابدا اختار اي واحد فيهم انا عايز افتحها، من هنا ابدا اختار، او من هنا تيجي هنا تختار اني فيو اللي انت عايز تشوفه دلوقتي. طيب لاحظ ان كل فيو انت بتفتحه، كل فيو انت بتفتحه بياخد من الذاكره، فده كده انت كانك فتح كذا ملف او فتح كذا ملف اوتوكاد. طيب الحل ايه؟ الحل في الزرار دوت، الزرار ده بيقفل لك كل الفيوهات ما عدا اللي انت فاتحه دلوقتي، فلو دوست عليه كلهم هيتقفلوا ما عدا اللي انت واقف عليه دلوقتي، اعتبر الباقي كله كان هو انت خلاص مش محتاجه دلوقتي. طيب لو انا عندي اثنين مفتوحين كده، ممكن تيجي هنا في الويندوز تقول له تاب فيوز او تايتل فيوز، بيبدا يوريهم لك جنب بعض، او
يبدأ يوريك بالشكل اللي احنا متعودين عليه، اللي هو ان في واحد تبقى موجودة والتانية تبقى مخفية. تمام، تقدر تدوس هنا يخفي لك كله ما عدا ديت. طيب بتلاقي عندك هنا قائمة بروبرتيز اللي هي بتاعت الخصائص وقائمة بروجكت براوزر، الاتنين بالشكل دوت انت قادر تتعامل معاهم. بس ممكن واحد يقولك لا انا مش عايز بالشكل دوت، انا عايز اسحب دوت واخليهم الاتنين مع بعض. يبقى انت شايف الواحدة من اول لاخرها وتقدر تبدل بينهم بالشكل دوت. او واحد عنده الشاشة واسعة فمش عايز يضايق نفسه فيقولك لا انا عايز مثلا اسحب دي كده واحطها الناحية دي. تمام، يبقى عندي واحدة ناحية اليمين وواحدة ناحية الشمال اهو بالشكل دوت، وده هيسهل عليا الشغل مدام الشاشة عندي واسعة وربنا موسعها عليا، ليه موسعش على نفسي؟ تمام، فدي من ضمن الحاجات اللي بتسهل عليك الشغل. طيب هنلاقي بعض الادوات اللي هتسهل عليا برضو موضوع ان انا اعمل سيلكت. يعني لو جينا نبص كده هنلاقي هنا دي بيقولك مثلا سيلكت لينك، لو مش معمول عليها علامه غلط فلو انت عندك اي حاجه سحبها لينك او سيرف تقدر تعمل عليها سيلكت وتقدر تحددها. فلو انا عملت اكس يبقى انا كده مش هقدر اعمل سيلكت على اللينكات. هنبقى نشوف الموضوع ده لما يبقى معانا لينكات. بعد كده بيقول لي اندرلي. اندرلي ده لما اكون انا في دور وظاهر حاجات من الدور اللي تحت على اساس هيسهل عليا الشغل بتاعي. تمام، فدي برضو هنشوفها اثناء الشغل، كل الحاجات دي هتبان معانا اثناء الشغل. طيب هنا بيقول لي سيلكت بند اليمنت. يعني ايه بند اليمنت؟ يعني عنصر ده انا ممكن اعمل سيلكت عليه واقول له انا عايز اعمل له بند. يعني ايه بند؟ يعني يبقى كانه متثبت ما حدش يقدر يعمل له تحريك بالغلط. يعني لو انت عامل سيلكت على كذا عنصر وجيت حركتهم كلهم كله يتحرك مع العنصر ده، ليه؟ لان هو معمول له بند. طيب لو انت دلوقتي كده تقدر تعمل سيلكت للبند. طيب لو جيت عملت علامه اكس عليها تيجي تعمل سيلكت للبن ما يقدرش يعمل سيلكت، ما يقدرش يقدر. اه بص انا بسحب ما بيطلعش معايا ان هو عمل له سيلكت، ما بيجيش معايا. بعد كده بعد الحاجه اسمها سيلكت اليمنت باي فيس. يعني ايه باي فيس؟ خلينا نعمل نلغي موضوع البن دوت اهو. الفيس يعني ايه؟ انا دلوقتي اقدر اجي على الوورد دي واعمل عليها سيلكت من النص بتاعتها من اي مكان. طيب لو لغيت الاختيار دوت وجيت اعمل سيلكت من النص مش هيوافق. تمام، لازم اجي من الجنب، لازم اجي من الاطراف واروح عامل عليه سيلكت. يعني انا عندي فلور او وول وجيت اعمل سيلكت عليه من الفيس بتاعه من الواجهه بتاعته ما رضاش، لازم اجي هنا من الحواف بتاعته. طيب بعد كده بنلاقي حاجه اسمها دراج اليمنت باي اون سيلكشن. يعني وانا بعمل سيلكشن اعمل اقدر اسحبه. يعني ممكن تيجي تعمل كده اهو وتسحب، انما لما تكون عامل علامه اكس دي يبقى لازم تعملها على الخطوتين، تعمل سيلكت الاول وبعد كده تسحب. ده بيامن لي ان انا ما اغلطش وانا بعمل سيلكت اسحب الحاجه واحركها معايا. يعني ممكن تكون انت لسه بتعمل سيلكت وتسحب فده يعمل لك غلط. اه تمام، سيلكت وتسحب في نفس الوقت. تمام، لا كده غلط. لو انت بقى شايل العلامه عامل علامه اكس تيجي تسحب تيجي تعمل سيلكت وتسحب يرفض. تمام، فانا بفضل ان انت تختار دي. طبعا طول ما انت شغال في بعض الاوقات بتضطر تظهر دي او تطفي دي، تفعل دي ما تفعلش دي زي ما انت حابب. طيب برضه هنيجي هنا هنلاقي يوزر انترفيس. هتفيدني في ايه ديت؟ هتفيدني مثلا لو قائمه بروبرتيز دي اختفت ونقدر نظهرها من خلال اختصار اللي هو بي بي او كنترول 1، تقدر تظهرها وتخفيها. لو اختفت ومش لاقيها ومش فاكر الاختصار تقدر تظهرها من هنا. الستاتس بار تقدر تظهرها وتخفيها برضه. نقدر مثلا البروجكت براوزر تقدر تظهرها وتخفيها. طيب بنلاقي عندي حاجه اسمها البراوز اورجنايزيشن، بيبدا يظهر معايا الترتيب اللوح اللي هتظهر معايا بالشكل دوت اللي هي التنظيم دول. ممكن تقول له مثلا باي فيسز، يبدا يسمونها حسب فيس حسب التايب. هندخل في التفصيل فيها لانها محتاجه فعلا اشرح. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هي كيبورد شورت كات، ونقدر برضو نظهرها من الاوبشن. هنا بيقول لي الاختصارات، ممكن اي امر تدي له كذا اختصار. الامر الواحد تقدر تدي كذا اختصار، بس ما ينفعش اختصار تدي له كذا امر لان هيعمل لخبطه. يعني انا عندي مثلا البروبرتيز البي بي او كنترول 1 او في بي. طيب ممكن في اي لحظه لاي امر من دول سيلكت ال لينك مثلا تدي له اختصار مثلا اس ال. لو موجود هيقول لك خلي بالك ان في امر تاني باخد الامر ده. طب اس ال ال تمام، لو انت اديته حرف واحد يبقى لازم الحرف بعد كده انتر. لو اديته اختصار حرفين خلاص هيستنى لما تكتب الحرف التاني ويقبل الامر بتاعك. فانت ممكن تزود زي ما انت عايز. يعني خلينا نشوف مثلا امر زي امر كوبي. تمام، هو مديله سي او وسي سي، ممكن تزود حاجه ثانيه. طب عايز تطرح تعمل سيلكت وتقول له
ريموف، يبقى الاختصار دوت بيشغل غير بسي او او سي سي. فانت في حاجات كتيره ممكن تظبط اختصارات. في ناس بتحب تزود تعمل نفس الاختصارات اللي موجوده في الاوتوكاد، تمام، ما فيش مشكله يعني حسب ما هو حابب. ممكن تعمل اكسبورت الاختصارات بعد ما انت ظبطتها، تعمل اكسبورت اعملها لك في ملف اكس ام ال سيف في اي مكان مثلا على الديسكتوب سيف، وبعد كده على اي جهاز لو تفرمت الجهاز بتاعك او شغال على جهاز البيت او سطبت جهاز جديد، هتيجي تقول له انا عايز اعمل امبورت لملف الاكس ام ال وتختاره وتقول له اوبن، فيبدا يديك نفس الاختصارات. طيب خلينا برضو نيجي هنا على قائمه فايل وندوس عليها، وهنا نيو لو انت عايز تبدا مشروع جديد بروجكت، او تبدا فاميلي جديده، او تبدا كونسبشوال ماس، تبدا شكل المبنى، وبعد كده لما تخلصه تعمل له امبورت جوه المشروع. التايتل بلوك لو انت عايز تعمل تايتل بلوك، الانوتيشن سامبل. طيب هنا ممكن تقول له اوبن وتبدا تفتح بروجكت او فاميلي او ريفت فايل او بيلد كومبوننت او اي اف سي. اي اف سي ده امتداد مشترك بين البرامج كتير قوي، يعني غالبا لما انت تفتح اي اف سي يبقى انت كده كنت شغال على برنامج من البرامج الاخرى زي اركيكاد زي تيكلا و و و، وعايز تبدا تدخله عندك في المشروع. هنا هتحفظ المشروع، هنا هتعمل سيف از، سيف كلاود او سيف بروجكت او تمبليت او لايبراري. لايبراري يعني هاخد كل الفايلات اللي موجوده في المشروع وسيفها على فولدر بره. ممكن تعمل اكسبورت لكات فايل لدي دبليو اف لاف بي اكس. اف بي اكس غالبا مستخدمه لما يكون متصدر ل 3 دي ماكس او اي برنامج من البرامج المشابهه. ممكن تسيفه الاي اف سي عشان تكمل شغل في مشروع اخر. ممكن تسيفه ك ايمج او بوكسرو هنتكلم عنها بعدين، ان انت تمشي جوه المبنى، او تعمل ريبورت للحاجات اللي خاصه بالسكادولات او الروم اريا ريبورت، او تعمل موضوع الطباعه. طيب هنخش بقى في الاوبشن، واحنا شغالين هنخش كل شويه الاوبشن، يعني احنا بنحتاج ان احنا ندخل الاوبشن. احنا بس بناخد الحاجات الاساسيه، تمام، واثناء الشغل هنبدا نخش كل شويه، مثلا ان احنا محتاجين نعدل حاجه في الريندر، محتاجين نعدل حاجه في الاعدادات وهكذا. الجنرال هو بيقول لي انت فكرني ان انا سايف كل نص ساعه، فكرني كل نص ساعه 30 دقيقه يبدا يفكرك، وفكرني بالسينكرونايزيشن يبدا يعمل لك ريمايند، تمام. ده الاسم بتاعك، تبدا تختار الاسم او تعمل ساين ان لو انت عندك حساب على اوتوديسك. طيب عندك مثلا الورك شيرنج ابديتد، لو انت شغال ورك شيرنج يعني ما شغال مع فريق، بيبدا يعمل ابديتد كل مثلا كام ثانيه، تمام، او 5 ثواني، انت حدد بقى كل كام ثانيه زي ما انت عايز. طيب الفيو اوبشن الديفولت لو انت بتعمل فيو جديد يبقى في الكوردينيشن والاركتكشر والاستراكشر زي ما انت عايز. طيب اليوزر انترفيس، انت مثلا عندك هنا الاركتكشر والاستراكشر والستيل و لو انت مثلا شغال معماري ومش عايز الاستراكشر خالص ولا عايز السيستم، تقدر تخفيهم كده وتقول له اوكي، يبدا يخفي لك الاستراكشر والام اي بي، ويظهر معاك الاركتكشر وبيت الكويت لو انت فعلا مش محتاجهم ومش بتشتغل فيهم. طيب الكيبورد الشورت كات اللي احنا كنا لسه شايفينها من شويه. دبل كليك يعني ايه دبل كليك؟ يعني لما تدوس على حاجه دبل كليك ايه اللي يحصل؟ يعني لما يكون عندك فاميلي ودوست عليها دبل كليك، هل يعمل لك ايديت للفاميلي وتدخل تعدل فيها، او ما يعملش اي حاجه خالص، او ايديت تايب يخش على ايديت تايب؟ يعني ايه ايديت تايب؟ خلينا نشوف مثلا فاميلي زي الدور دلوقتي، دي فاميلي لو دوست عليها مرتين يبدا يفتحها عشان اعدلها. هندخل في حاجه اسمها تعديل الفاميلي، دي حاجه تانية. انا دلوقتي بقيت بره المشروع، انا مركز على الفاميلي، كل تركيزي على الفاميلي دي، بدات ادخل في تعديل الفاميلي. هتلاقي حتى القائمه اللي فوق اتغيرت، بقت مناسبه ان انت تعدل على الفاميلي. طيب هقفلها دلوقتي. لو انت عملت سيلكت كده دي ايديت تايب، لما تدوس هنا ايديت تايب بتدخل في هنا. فانا ممكن اقول له لما يدوس دبل كليك يدخل في الايديت تايب، او اقول له ما تعملش حاجه، او اقول له خش عدل في الفاميلي. دي الفكره من ايه اللي يحصل لما تعمل دبل كليك. وكذلك السكتش اليمنت، لو في حاجه لسه بنرسم فيها انسايد فيو اوتسايد فيو اسامبل جروب ستير، لو في سلم مثلا موجود يعمل ايديت اليمنت ولا ما يعملش حاجه، لو انت عملت دبل كليك ممكن الماوس بتاعك بيعمل دبل كليك اوتوماتيك، فانت تبدا تختار فيه. تقول طيب يعني لما ترفع العنصر كده وتقف ثواني يبدا يظهر لك المعلومات انفورميشن بسيطه نان، ولا يكتر لك في المعلومات، يعني يجيب لك مثلا لو فيها فيديو فيها صور، ولا يجيب لك بس اختصار. طيب انيبل ريسنت فايل، يعني لما تدخل هنا في القائمه ديت يبدا يجيب لك كام عنصر هنا.
تمام. في العادي بيبقى في حدود مثلا 9 حسب ما انت عايز تمام. ممكن تفعلها او ما تفعلهاش. طيب هنا بيقول لك الريبون تاب سويتش بيهيفير اللي هو بيحول من الحاجه العاديه اللي هي اللي احنا متعودين عليها للفاميلي اديتور. اه هيروح متحول على الموديفاي تاب ولا يشوف اخر تاب كان واقف عليها. طيب انت عايز الشاشه بتاعتك دي تكون دارك ولا لايت زي ما انت عايز. الجرافيكس لو انت كارت الشاشه بتاعك ضعيف وعامل لك مشاكل وكل شويه بيهنج ممكن تشيل العلامات ديت. العلامات دي بيعمل سموث بيعمل حاجات رفاهيه شويه فلو انت مش محتاجها شيلها تمام. لو انت كارت الشاشه بتاعك قوي خلاص بتستفاد من القوه بتاعته. هنا بقى بيقول لك انت عايز الباك جراوند الخلفيه دي تبقى ابيض ولا اسود. السليكشن لما تعمل سيلكت العنصر يبقى ياخد اللون الاسود مؤقتا. البري سليكشن الماوس بيعدي بس لسه ما سيعملش سيلكت. اليرت وهكذا تبدا تختار الالوان اللي انت عايزها. تمبر دايمنشن يعني كل ما تعمل سيلكت عنصر بيبدا يظهر لك تمبر دايمنشن كده ده يبقى السايز بتاعه قد ايه والباك جراوند بتاعه قد ايه. يعني الباك جراوند ممكن تخليه شفاف او تقول له لا خلي فيه لون حوالين الحاجه المكتوبه. يعني مثلا مكتوب 18 تقريبا 18 ونص فهو يبدا يعمل. الهاردوير اللي هو الفيديو كارت والحاجات ديت. الفايل لوكيشن الملفات هتتساب فين. ده التمبليت انت ممكن تلغي تمبليت تزود تمبليت مفيش مشكله خالص. ممكن تعمل تمبليت باسمك باسم المشروع باسم الشركه دي مش حاجه ثابته تمام. لما تيجي تعمل تمبليت ممكن تختار التمبليت اللي احنا لسه عاملينه او هنتعلم ازاي نعمله. بسيط جدا ان انت تعمل تمبليت مجرد انت تقول له فايل سيف اس تمبليت. بس في بعض الاعدادات هنبدا نتكلم فيها لما نحب لما يجي وقتها. يعني هنا بيقول لك الملف اللي هو زي الباك اب بتاعك عايز تسيبه فين. انا عاده بحب اسيبه في الدي عشان لو حصل حاجه للسي يكون معايا نسخه احتياطي. هنا الفاميلي تمبليت هنا البوينت كلاود وهكذا. بعد كده بنتكلم على الشريط دوت. وهنا الفيو كيوب بنتكلم على الفيو كيوب دوت. هل انت عايز حجم بتاعها يبقى كبير صغير لدرجة شفافية وهكذا. الماكرو ده مهم جدا. هل انت عايز تعمل انيبل للابلكيشن ماكرو ولا ديسيبل. ماكرو ده ساعات بكده فيه كود برمجي فلو انا قلت له انيبل للدوكمنت ماكرو يبقى كده اي ماكرو موجود هيشتغل. طب اقدر الماكرو ده ممكن يكون فيروس ممكن انا مش متاكد منه ممكن يكون مش انا مش محتاجه. فالافضل بقول له اسك بيفور انيبل دوكمنت ماكرو يعني اسالني قبل ما تفعل الماكرو دوت لان هو ممكن يكون حد عامل ماكرو بيفسد الملفات الريفت او بيضربها.